السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربة شراء من أمازون صراحة كانت جميلة وسهلة، والموضوع كان سهل جدا وبسيط. كل اللي أنا عملته إن أنا دخلت هنا وعملت سيرش على الحاجة اللي أنا عايزها. أنا كنت عايز أشتري الفيرجوال رياليتي ديت من ميتا، لكن هو مش باعه بشكل مباشر. فلما دخلت على المتاجر اللي موجودة في قطر لقيت سعرها غالي، تقريبا ب 1800 ريال. فلما عملت سيرش على الامازون طلعت ب 1200، والشحن تقريبا في حدود 57 ريال، فلقيت انها هتبقى ارخص بكتير. فاخترتها وقلت له انا عايزها. عملت سيرش فهو جاب لي النظارات، فانا اخترت الحاجه اللي انا عايزها واديته العنوان بتاعي، وجات لي خلال 3 ايام. يعني انا كنت منتظر انها تيجي مثلا من بعد مثلا فتره طويله، مثلا 3 4 اسابيع وكده. لا، هي الفكره كلها ان ليهم مراكز في كل حته، في مركز كبير في مصر وفي مركز في الامارات، فاعتقد اقرب حاجه ليا الامارات. فلقيت فعلا الصندوق اللي جالي مكتوب عليه طيران دبي، وما كلفتش حاجه، ما فيش عليها جمارك الحمد لله، وما دفعتش حاجه للشركه اللي نقلت، هي كان كلها كده باكج. وكان في ميزه ان انا بتابع او بتابع الاوردر بتاعي او طلب الشراء اللي موجود، فبيقول لي اه ده قدامها قد كذا. فكل شويه او لما بدخل ما لحقتش ادخل اصلا، يعني يقول لي بتشحن جايه لك في الطريق، قربت توصل. فدي كانت ميزه كويسه، يعني عشان ان انا اشتري تاني من الامازون. لو هي حاجه قويه زي دي ما ينفعش ان اشتريها اي كلام، لو حاجه صغيره ممكن الواحد يشتريها من علي اكسبريس، بيبقى في فرق كبير جدا في الاسعار. الامازون الامريكي وفي يعني فحص جامد جدا للجوده، انما علي اكسبرس ما بقاش فيه الفحص قوي، فما ينفعش اي حاجه كهربائيه من المتاجر اللي هي علي بابا وعلي اكسبرس وحاجات دي. انما الحاجات التانية ممكن اه الواحد لو في العاب بتاع ممكن الواحد يشتريها من هناك، مفيش اي مشكله خالص. هي الفكرة اللي أنا بفكر فيها كنت غريبة على الناس، خطورة هو ده يعتبر زي سوبر ماركت كبير جدا عالمي، فخطورة السوبر ماركت الكبير دي على بقية المتاجر اللي في الدولة نفسها، ما دي العولمة، ففيها مشاكل إنها هتضر. طبعا أنا كنت ممكن أشتري من المتجر اللي جنبية، لكن أنا لقيت في فرق كبير جدا في السعر، اللي جنبها ب 1800 ريال وهنا 1250، فلقيت في فرق جامد في السعر. ففضلت طبعا ان انا اشتري من الامازون، بس ده هيضر المتاجر المحليه في البلد، في بلدنا في كل بلد. وطبعا في جانب اخر للعولمه، ان الشركات الامريكيه هتقول لك ايه، انا بدل ما اوظف واحد في امريكا واخد مني مثلا 1000 دولار، انا ممكن اوظف واحد في اي دوله عربيه او في الهند او كذا، ويعمل نفس الشغل دوت لو ينفع ان هو يتعمل اونلاين، ولو خد 50 دولار يعني بص دي وش وظهر يبقى فرحان يعني. تمام، ان شاء الله يعني التجربة كويسة، وان شاء الله الواحد فعلا يجرب بعض التولز الجميلة كده، يعمل يختار شوية حاجات جديدة ويجيبها، بس حاجة يكون يستخدمها، حاجة فعلا انا محتاجها، مش هشتري لمجرد الشراء او مش هشتري لمجرد انها نازله موضه او على تخفيض. لا، انا هشتريها لان انا هتفيدني في شغلي، لان بتلاقي حاجات كتير جدا لكن بتبقى موضه والناس كلها تشتريها، وبعد فتره تلاقيها مركونه. انا اعرف حد كان على طول بيتابع كانت اسمها تميمه تقريبا، فكل ما يلاقي حاجه الله جميله اشتريها ويشتريها ويقعد معاه يوم واحد وبعد كده ما يستعملهاش تاني. لا، ما بنشتريش فعلا غير الحاجه اللي احنا محتاجينها، والا هنضطر ان احنا نبيع الحاجات اللي احنا محتاجينها بعد كده.